سو جايز، مرحبا بكم في فيديو جديد. ماشي صراحه جديد، ديجا كنت مقسمه على جزئين. حطيت الجزء الاول وعجبني الحال كانه عجبكم، وحطيت لكم الجزء الثاني. فالحاجه اللي غادي نقول لكم هي غادي يكون يعني اجزاء بزاف، لان هذا الموضوع ما كيتسالاش، فيه بزاف ديال النصائح، فيه بزاف ديال التجارب. فهادشي اش كنقول لكم، الا عجبتكم لا فيديو نجي دابا اني دي لايك دي كومونتير باش انا كنعرف كان الفيديو عجبكم، باش يكون عليه تفاعل. قسمت الفيديو جزئين، الجزء الاول تحط اللي مازال ما شافش الجزء الاول يمشي للقناه ديالي، راه كاين تما، راه هو اخر فيديو حطيت وهذا التتمه ديالو. كملوا لا فيديو. حاجه واحده اخرى واللي هي اهم حاجه، اهم حاجه انا كنبغيها في الزوج ديالي، او لا السيد اللي انا غنكمل معاه واللي انا معاه، الحاجه اللي عندي مهمه هي طريقه الكلام. طريقه الكلام وعقله يكون عامر. انا كنكره يكون السيد اللي انا غنكمل معاه حياتي تافه، يكون تافه. انا عندي وقت الضحك ضحك، وقت الجد جد، فهمتوا؟ يعني يعجبني داك السيد اللي ماشي غير حياته غير دايزه، يكون كيتفرج مثلا البرامج اللي هي ثقافيه، يكون كيقرا شي كتيبات، يكون مثقف اون جينيرال، يكون انسان مثقف. يعني فاش انت تكوني جالسه في الدار ولا وتحتاجي شي كلمه ولا يتسول، هكا نكونوا مجموعين في الطبله وشي كلمه، على يعني الاقل داك الانسان يقول شي حاجه ليا في داك الموضوع، او لا يجاوب شي حاجه، او لا ينصحك، او المهم دماغه كيكون عامر. انا كنكره الزوج ولا الراجل بصفه عامه يكون دماغه خاوي، في غير التفليه، غير بلا 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 والضحك الخاوي. حيتاش كاين فرق ما بين ان انسان كيقول شي حاجه اللي هي كتضحك، وكاين فرق ما بين انسان كيقول شي حاجه اللي غير بنادم كيضحك باش ما يبقاش فيه الحال. داكوغ، دونك انا كنكره هذه الحاجه. كيعجبني، وحاجه اللي كتعجبني اكثر، ان هذاك الانسان اللي انا معاه نكون انا بوحدي اللي كنزعم ونضحك معاه، فهمتوني؟ هادشي كنظن بلي بزاف البنات اللي كتعجبهم، يعني يكون هي انا اللي نقدر نضحك مع داك الشخص، فهمتو؟ اللي ما يتملقش مع واحد اخر، حيت ما غيكونش عارف الكاركتر ديالو كيفاش داير. ماشي بحالي انا اللي غنضحك معاه كذا 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 كذا، فهمتو؟ يعني فاش نكونو اونتر فامي ولا اونتر امي ولا نامبورت كوا، نبغي داك الانسان بنادم يهضر معاه غير شي مواضيع اللي هي هكا محترمه، مواضيع اللي هي بوتيت مثقفه، بوتيت شي حاجه. اما باش يجي داك بنادم يبقى يتملغ معاه ولا يقلل عليه العفه ولا جيم با، انا ما كتعجبنيش. كيعجبني الانسان مثلا انت غادا عند عائلتك، مثلا غادا عند عائلتك، ما يعجبنيش العائله تبقى تفكر تقول وهذاك غير فلان وصافي، غير فلان اللي جاي. لا، راه فلان اللي جاي، فهمتوا؟ راه فلان اللي جاي، عطي قيمه لراسو، مثبت، مرزن، مثقف، ما كيقولش نيمبورت كوا، نقيقي. هادشي تنقول لكم، حتى المظهر كيلعب دور. يعني بنادم باش في العائله، مش في العائله ولا في الزامي ولا شنو ما كان، ما يقولش وصافي غير فلان اللي جاي صافي، بلا ما نديرو بلا ما نفعلو وصافي. لا، ديرو، راه فلان جاي، فهمتوا؟ يعني انا هكا كيعجبني، انا هكا كيعجبني يكون يعني الانسان تيضرب لك حسبه عادي يقدر يدير معاك شي حاجه. ماشي في حالي، يعني انا اللي نكون كنعرفك في الدار بجوج بينا الضحك النشاط بلا 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 بلا، نهضروا في اي مواضيع، نهضروا نقولوا كلام طايح، نقولوا شنو ما كان، انا وياك، انا وياك، داك. ولكن مع البراني ولا قدام البراني نبغي الكالم، انسان تضرب لك حسبه بحال هكا. فاش كتشوفي ان راجلك عاطينو الناس قيمه، وهو اولا عاطي قيمه لراسو، صافي تما صافي اماك راجل، فهمتو؟ ممكن انا هكا كنفكر، ما نقدر نكون غلطه، نقدر نكون صحيحه. ندوزو لنقطه واحده. النقطة اللي البنات بزاف شتهم عايشينها هي، اولا كتكون دايره اختيار خطأ في داك الشخص. هذه اول حاجة انا عن ملاحظتي وعن المعاودات اللي كيعادوا لي البنات وداكشي. فكتكون اختيار اولا خطأ، ثانيا ماشي راجل، ماشي راجل، سكوبيدو. سكوبيدو كنقصد به هذاك الانسان اللي
شنقول لكم، خونتا ماشي خونتا، هلعب دور الرجل، فهمتوا؟ يعني ماشي راجل، صافي ماشي راجل. او كيزيدها بالحكام، فانا ما غاديش نقول انا الى دار لي، حيت انا ما غنكونش معاه اصلا بحال هذا باش يدير لي. انا نقول لكم كيعجبني الراجل كما قلت لكم بقيمته بمظهره برزقه. ما نقولكمش انا راجل ما خدامش، شنو غندير به انا ما خدامش؟ نخدم عليه مثلا، يلا واش نخدم عليه؟ شنو غندير انا بواحد ما مسوقش ندوز وقيته وصافي، شنو غندير به؟ بغيتي نفهم. اولا كيكون راجل انا نقول لكم ما عطاهاش قيمه، بحال شافها بحال ما شافهاش. شنو نقول لكم؟ بحال هضر معاها بحال ما هضرش معاها، ما ديهاش فيها، ما كيصرفش عليها، يعني ما تيجيش يسولها كي بقيتي مالك واش خصك شي حاجه، يجيب لها ساعه ساعه امتيكا دورا كتبقاي انت مرا. شنو هي المرا؟ شنو هي المرا؟ المرا ابسط حاجه كتفاجئها، ابسط حاجه. شنو نقول لكم؟ انا كنت دايزه في الطريق وليد صغير عطاني ورده، وليد صغير عطاني ورده، كنت عارفه الاحساس اللي حسيت به لدرجه جاتني البكيه هكاك. يعني كيفاش غادي نقول لكم؟ راه هكا المراه دايره، راه ابسط حاجه. هذا ما عدا دوك الطماعين اللي ما عاشوش في الخير، هما اللي جاب لي غير ورده وجاب لي غير هذه، هادو عاد نهضروا عليهم بلاتي، هادو قصتهم بوحدها وخاصها تكون الفيديو بوحدو. فكما قلت لكم كنشوف شي بنات ما عطيها قيمه، ما مسوق لها، ما مديها في حالته، ما راجل ما والو، وكيزيدها بالحكام وهي كتسمع له الهضره. ناو وشرحوا لي هذه، انا هذه بغيت نفهمها. واش داك الانسان ما صارف عليك، ما راجل، ما عطاك حقك، ما عطاك قيمتك، ما مديرلك حتى حاجه، وفاش كيقول لك شي حاجه ما ديريهاش ما ديريهاش، صافي. انا ما فهمتش هاد الناس كيفاش كيفكروا. راه انا قسما بالله هما كان راجل، راه كلمه راجل صعيبه وكلمه ذكر سهله، فهمتوا؟ راه الا ما كانش راجل والله ما نضرب معاه الضربه، نبقى هكا، نبقى سولو سيليباتير بايره عانيسه. اللي بغيتو تقولوا قولوا، عايشه حياتي وباخر فلوسي في جيبي، ضحكه ناشطه مدوزه وقيتها مع لي زامي ديالي، مدوزه الحياه، والديا معايا، بيس صافي. ديك شي باش كتعمري وقتك ما كتبقاش تفكري واش راك سيليباتير ولا لا، ما كيبقاش عندك الوقت بكل صراحه، ما كيبقاش عندك الوقت ديال انك تفكر في هذه ولا في هذه، صافي. فانا نرجع لكم لهاد النقطه هذه ديال، كنعتذر على هاد الصداع ديال الكلاب، المهم كيدابزو. فاللي نقول لكم هي نرجعوا للنقطه ديال ان هذاك الانسان كيقول لها مثلا لا ما غاديش تخدمي، والله لا خدمتي، واخ هي ما غتخدمش، واخ انت كل شهر كتعطيها الفلوس، ما تقوليش كنشري لها بطاطا وخيزور، شنو داك الشيء؟ شنو داك الشيء؟ واش هاد المراه ما تخرج تنفس شويه، ما تشري شي حاجه باغاها، ما تبدل، ما تشري باندا، ما تشري صباغات الشعر، ما تشري عكاكر، ما تشري هذه. اذا حيوان، هذه حيوان وهي على راسها باغا تكون حيوان بكل صراحه. فاش كيخلع، فاش كنشوف ان بنت هو داك الانسان ما عطيهاش اصلا قيمه وما عطيهاش حقها وزيده كتسمع له الهضره، اوي لي استغفرت الله. يلا هنا يفهموني هاد القضيه كيفاش، واش ما كتفكريش؟ واش ما عندكش العقل اختي؟ حيتاش بزاف لي شفتهم من هاد النوع وهضروا معايا وتشكاو لي من هاد الموضوع، وانا ما كنقدرش. شنو ما كتقدريش؟ كون كنبقى لها الكره كيدرتي ما عرفو خرجتي تخدمي، من قال لك بركابي لا انا ما كنقدرش، شنو ما كتقدريش؟ انا ما كنقولكش ما تسمعيش الهضره عليه، لا، واش شوفيه انت واش هو راجل، واش هو كيستاهل انك تسمعي له الهضره، واش هذاك الانسان
الا قال لك ما تخدميش واش غيقد بك، والا قال لك ما تخرجيش واش غيقد بك، واش كيخرجك. كاين اللي كنشوفهم انا كنقول الا والله لا خرجتي، والله لا خرجتي، وهي مسكينه قلت لك في الدار صعب الحبيب ديالي والله ما خرج. اويلي انا ما كيحسبليش بحال هاد لو جونغ، مازال كاين ولكن كاين وهضروا معايا شخصيا. علاش اختي؟ علاش اختي؟ علاش اختي؟ علاش انت حيوان؟ هو الحيوان راه كيخرج يتسارى، علاش انت جماد؟ يهزك هزك من داركم حطك في الدار، خلى راسيتك في الدار تسد عليك، هو كيخرج يتقهوى ليا ويمنظر ليا عويناتو، وانت انتي في الدار ياك. باش كنقول لكم واعز ليه يكون راجل باش تعيشي مرتاحه في راسك، باش ما تفكريش لمن بعد، باش ما تقوليش هو دابا يتقلب عليا ولا، واعز ليه. شوفي انت شكون مع من، انت مع من يعني باش يجي هذاك الانسان مخدام مردام ما عاطيك ما كيعطيك. انا بعدا الا كان راجل وهضر معايا وقال لي مثلا حبيبتي راه ما بغيتش انك تخدمي، ما انا باغيك تبقاي في الدار، تقابليني تقابلي وليداتي. شوفوا الهضره كي دايره، تقابليني تقابلي وليداتي، تجلسي في الدار واللي احتاجيتيها كنعطيها لك، ونشوف بعيني كل اللي احتاجيتها كيعطيها لي. ما تقولوش عاوتاني قضيه ماديات، لا راه انا مراه وكنحتاج صافي، نتوما مراوات وراكم كتفهموني. ف يعني فاش تبغي حياتي تخرجي خرجي، فاش تبغي نخرج غير انا وياك نخرج انا وياك، فاش تبغي تشوفي عائلتك سيري شوفي عائلتك. تليفونك ما نهزولكش نقلب لك، لان انا عارف شنو غيقدر يكون شي حاجه ما غنشوفهاش. يعني كونفيونس، واو كونفيونس، غنرجعوا لقضيه الكونفيونس من بعد. يعني يقول لك نرجعوا للنقطه ديالنا، مثلا حبيبتي ما تخدميش واللي بغيتيها نعطيها لك، ويعني الخلاص ديالك اللي كنتي غادي تخلصيه في الخدمه انا نعطيه لك كل شهر، غير جلسي قابلي لي وليداتي وقابلي الدار، وهذا الوقت ما بقاتش ديال الخدمه وبلا بلا بلا، والبنت خصها تبقى. هنا على راسي وعينيا هنا نجلس وبحنو كمزمقين وضاحكه ودايره رجل على رجل ومقابله داري. ها هو جات معايا، علاش علاش غنخدم انا راجلي عاطيني مانطي واللي بغيتها كيشريها لي، وفاش كنتخنق كيخرجني ندور وعاطيني قيمتي. هذيك الساعه نجلس، ديك الساعات متفقين كاع حنا جالسين في الدار. ندوزو لنقطه واحده اخرى، والنقطه الاهم 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 هي لا كونفيونس. لا كونفيونس يعني الثقه، الا ما كانتش الثقه لا غولاسيون خايبه. وهاد الثقه هادي كنقصد بها حتى الغيره، غنهضروا على جوج حوايج الغيره والثقه. كاين اللي كيتخبى مور الغيره، كيتخبى مور الثقه باسم الغيره، فهمتوا؟ هو ما تايقش كيدير راسو كيغير، فهمتوا؟ يعني مثلا انت جالسه وهزلك التليفون شنو كدير؟ والو اللي كنشوفو ما نعرفش، نمشي يتصل عليك شي واحد شنو هذا شنو هذا، وتجي تقولي لي كيغير عليا. اين غيره هادي؟ بغيت نفهم اين غيره، يا المضبعه راه كيقلب لك في التليفون باش يشوف واش كتهضري مع شي حد، ماشي واش شي حد كيقول لك ولا شي حد كيتصل عليك ولا كيشوف واش كتهضري مع شي حد، فهمتي؟ حاجه واحده اخرى، كتكوني مثلا خارجه في الطريق كيشوف شي حد شاف فيك. راه حنا في 2019 ماشي في 1000 وما نعرفش شحال، حنا في 2019 الشركه واخا كتكوني مع الوالدين ديالك كيشوفوا صافي. انت غاده في الطريق غاده كيشوف فيك شي واحد، اش كيقول لك؟ يعني عوض ما انه يتجاهل الامر ويزيد، لا شاف فيك اذا كتعرفيه، ياه وفكيه شاف فيك اذا كتعرفيه، علاش يشوف فيك؟ كنعرفو؟ لا والله لا والله ما حسبليش، وهي كتبقى والله ما كنعرف والله ما كنعرف مات في الدار. شنو هذا؟ بغيتي نفهم انا شنو هذا؟ انا هذا الشيء اللي كنقول لكم راني شايفاه فاس بعينيا، شنو هذا؟ مثلا انت لابسه شي لبسه وجيتي مزيونه وكيقول لك لا دخلي حيديها جيتي زوينه دخلي حيديها ما عجبتنيش ما عجبتنيش، لا هو يلبس اللي بغا، هو يتأنتك ويتأنضد وما عرفت شنو ويعطي راسو وكذا وكذا، وانت تزوقي لا ما تلبسيش وما تزوقيش.
نقدر نتقبلوا هاد الهضره اسيدي الا كنت خارجه بوحدي، ولا يعني كتقول غيتصرا عليها غتكون بوحدها، مش غتقول لها ما ديريش. كيفاش ما ديريش؟ هي كتبقى مراه، ما كاينش لما نخرج للمراه بوان فينال. يعني ماشي تقول لها ما ديريش، ديري ولكن بالقليل، يعني ديري فون دو تان، ديري شويه الفرنجو، ديري عكاكه اللي هو خفيف، ديري ماسكارا وانتي هانيه. ولكن فاش نكون خارجه معاك وتقولي لا مسحي وما ديريش، الى راجل هذا، الى زمر هذا، اش من غيره، اش من ويل؟ انا بالنسبه ليا لا، خارجه معايا مرتي ديالي، ديري اللي بغيتي، انا مع، انا كاين، انا كاين، انا رجل موجود بوان فينال. يعني كنبقى نشوف انا كاين شي وحدين ولا ما نديرش، ولا ما هادي وهادي، وهو ما كيبغيش، لا راجلي ما بغاش، حق راجلي ما بغاش، حتى لو ضيت كاع علاش راجلك ما بغاش، وفاش كدوز شي وحده قدامه مقاده كيبقى ها كيبقى حال فمو بحال الضبع. انا الا راجل ما بغاش، ما فهمتش. انا ما كنقولكش خرجي دايره كطعريجه، ولكن كومان تقدي راسك وهو يتقبل داك الشيء. يعني لابسه لبسات محترمين، دايره مكياج محترم، خرجي عادي. يعني هو كيقول فاش انا كنقول لكم على طريقه التفكير ديالي انا وزوجي، تيقول يعني فاش هي معايا ماشي مشكل تلبس وهذه وهذه، ماشي نحرمها فاش تكون بوحدها، ونحرمها فاش تكون خارجه مع العائله، ونحرمها حتى فاش تكون معايا. ايوا شنو حنا ما تلبسي ما تماكياي ما تزمري، علاش خرجوا هاد الحوايج اصلا؟ سو انا هذه الفكره ديالي، قدام نكون غلطه. ندوز لواحد التفكير واحد اخر اللي هي مثلا اللي كتقول لك لا وانا نلبس لوغي في الدار، كاع لهاد الدرجه في الزنقه تخرجي مبهدله ما هداش وتلبسي غير في الدار. يا سبحان الله، انتي هكا تولدتي باش تلبسي في الدار؟ علاش زعما؟ على حنا في 2019 لبسي وقادي وتانتكي ويبغيك كيما انتي، وما كنقصدش بها لباس غير محترم، وما كنقصدش بها مكياج غير محترم، لا، فاش تكوني مزوجه احترمي راسك واحترمي الزوج اللي معاك. انا هادشي، انا هادشي هكا كنامن به وكنطبقه. ولكن الا كان راجل ويستاهل باش نجيو نيشان، يعني نلبس، نلبس في الدار ونتقاد في الدار. انا جايه لهاد النقطه هذه، نلبس في الدار ونتقاد في الدار، ولكن انت في الزنقه نخرج منين؟ كنخرج مقاده كيما هو، قول له هو يخرج مبهدل، يلا قولها له، قول له هو خرج معايا مبهدل وخرج ما لابسش وما مقادش وما هاديش ما هاديش. لا هو خرج، ويلي يقدر يجلس لك حتى ساعتين وهو كيتقاد، علاش؟ حيت خارج وانت تخرجي مبهدله. انا كنكره بحال هاد لو جيست، يعني كيما انت كتبغي راسك حتى انا كنبغي كنبغي راسي، علاش انا نتخلى على راسي وهو ما يتخلاش على راسو؟ قضيه التفكير البنات، قضيه التفكير. حتى انا ما كنتش بحال هكا بكل صراحه، ما كنتش بهذا التفكير، كنت كنقول غادي نفعل وندير وندير، ولكن الدنيا كتغير، الظروف كتغير، التجارب كيغيروا. فاش كنقول تجارب ما كنقصدش بها زعما من هذا لهذا، لا، فاش كتبقي تشوفي، تشوفي شنو عايشين الناس، لا من ناحيه مسلسلات، لا من ناحيه واقع، لا من ناحيه صحاباتك، لا كتقولي علاش، علاش، علاش انا؟ واش انا غنعيش الحياه مره واحده؟ راه يا اما نعيشها مزيانه مرتاحه مستقله ما محتاجه حتى واحد، مع الرجل اللي يستاهلني ويستحقني، ولا بلاش. حياه وحده، فكروا مره وحده، حياه وحده، ما تبقاوش تخبعوا لي مور كنت كنبغيها كنموت عليها كنحمق عليها. لا 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 لا, لا. كاين اللي كيستاهل تبغي، كاين اللي كيستاهلش تبغي، صافي بكل صراحه. ندوز لحاجه واحده اخرى، نسيت 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 هاد النقطه ديال الغيره، نسيتها ومشات ليا من بالي. انتي مثلا مزوجه ولا مثلا مزوجه، المهم انا كنهضر اون جينيرال، عندك دي زامي ديالك ياك؟ فاش كنقول دي زامي ما كنهضرش، ما كنقصدش بها لي زامي التفليه، ولا كنقصد بها الاحترام. امي ديالك قرا معاك، بيناتكم الاحترام، يعني ما كنقولش لك غادي تبقاو تهضروا ديما ولا تهضروا اون كونتاكت ديما، ولكن فاش تلاقايه ما تقطعيش على داك السيد اللي كيعرفك. يعني فاش كنقول لك نقول امي باحترام، علاش ما تقوليلوش السلام؟ كتقدي فيه؟ علاش؟ علاش داك الانسان ما عمرك عرفتيه، ما عمرو قرا معاك مسكين، ما عمرو كانت بيناتكم حاجه زوينه اللي هي الاحترام وكيساعدك وتساعديه، علاش؟ ولا حقا علاش هضرتي مع فلان؟ علاش فلان؟ ورا فلان راني عرفتو قبل ما نعرفك، وفلان راه امي ديالي، يعني راه حشومه ما نقولوش السلام، وفلان راه عارفني مزوجه ولا معاك ولا اون جينيرال.
راه حشومه. سلام، الحمد لله الامور مزيانه، الحمد لله، الله يعاون الله يعاون. علاش؟ باش خاص هاد السيد اللي انتي كتبغيه خاصو يكون متعود على هاد الشيء، يعني ماشي انتي عاده تعلميه، لا، يكون عايش في وسط اللي هو شي شويه المورال عنده الضمير متفتح. يعني ما كنقولكش انا تزافطي مع هذا وتضربي مع هذا وتجي تقولي لي يلا راجلي، لا لا، راه الاحترام. انا كنعرف دراري بزاف في الدومين، كنعرف دراري بزاف، لا من الناس مشهورين ولا من لي زامي اللي قراو معايا ولا من الناس ديال هاد الدومين هذا، ولكن كيبقى الاحترام. اتهضر معايا انا، اش كنقول غتهضر معايا؟ يعني شي حد غير راسلني في التليفون، اتهضر معايا في شي حاجه اللي هي محترمه، في شي حاجه اللي هي يعني خاصه بالخدمه، مرحبا مرحبا. غتبقى نقول لك ديني ونجيب لك، ديني ونجيب لك، انا ما عنديش مع داكشي شخصيا، كنهضر على راسي، ما عنديش مع داكشي. ف هكا غتعيشي حياه مزيانه، وتا الانسان اللي غيكون معاك يكون تايق فيك، ويعني صافي عايش، ما تجيش عند داك الانسان اللي انتي معاه وعادي بكل روح رياضيه. تلاقيت فلان وهو يجي يقول لك تلاقيت فلان، تلاقيت ما كنقصدش بها خرجوا، يعني هكا هي صدفه. سلام لاباس، كيبقيتي الحمد لله امور مزيانه، كيبقى تمراتك، كيبقى صافي. علاش ولي 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 صاحبتي هضر معايا، ولي ولي قال لي السلامه صاحبتي، ولي ولي شنو هاد الشيء البنات؟ واه وزتو فيه، انا نبقى نشوف بحال ديك القعيص الضومه كتجبريلي. يعني السيد اللي انا معاه عارف الدومين ديالي فيه الدراري، عارف شنو كاين، عارف كل شيء، عارف في اي لحظه نتلاقى يعني متابع ديالي بغيت يتصور معايا في اي بزاف الحوايج، متقبل هاد الشيء. علاش؟ لانه اولا بغاني كيما انا، ثانيا ما يعني عارفني شنو انا، عارفني انا، هادشي اللي بغيت نوصل لكم. خاصة داك الانسان يكون عارفك انت شكون، بنت شكون، فهمتوا؟ يعني داك الانسان ما يمكنش غادي يطلقها على الله ويخليك ديري اللي بغيتي هو ما عارفك شكون انت. هادشي اللي كنقصد انا، يعني انا عارفني داك الانسان، الا تلاقيت شي حد راه غير سلام الله يعاون الله يعاون صافي. الا هضر معايا شي حد في التليفون، الو وي الحمد لله لاباس، الحمد لله كذا كذا كذا، ربي يخليك، شكرا بزاف، لاباس حتى هو الحمد لله، كذا كذا كذا، كاينه شي خدمه، مرحبا، ما كاينش، الله يعاون، صافي. وعلاش ما نمشيش؟ انا كيعجبني الزوج اللي نشارك معاه كل شيء. انا غندوز لكم لهاد النقطه، انا من نوع الناس اللي كيعجبني الراجل اللي هنكمل معاه حياتي ولا اللي مكمله معاه حياتي، نشارك معاه اي حاجه، ما نخبيش عليه، ما نخبيش عليه، نشارك معاه اي حاجه. يعني يعني شنو نقول لكم، مثلا وقع لي مشكل نشاركو معاه، ما نشاركوش مع العائله، ولا نشاركو معاه. فصافي فاش كتكملي حياتك مع شي واحد راه كيولي هو عائلتك، صافي. مثلا احتاجيت شي حاجه نقولها ليه، ما نخبيش عليه. مثلا تلاقيت شي حد نقولها ليه. مثلا كنت مريضه، انا كنهضر مثلا على نفسي، كنت مريضه وخاصني مثلا خاصني نكمل شي خدمه، ولا خاص مثلا السوشيال ميديا ديالي ما يحبسوش، نعطيه هو غيتكلف، فهمتوا؟ كانت شي خدمه اونصومبل، هو غيكون عارف الطريقه ديالي، كيفاش كنهضر مع الناس، كيفاش كنتعامل مع الناس، الطريقه اللي كنخدم بها وكلشي، فهو غادي يتصرف. نبغي مثلا فاش نتلاقى شي حد، ولا انا من طبعي كنتلاقى شي حد كنقولها ما كنخبيش. علاش غنخبي؟ علاش غنخبي؟ نخبي الا كانت شي حاجه ولا في الدغل انا، باش ما كنخبي. تلاقيت شي حد، شنو كاين وشنو كاين، صافي. هضر مع شي هضر معايا شي حد، شنو كاين وشنو كاين، صافي. يعني كيعجبني انا الراجل نكون معوله عليه، يعني راجل صافي، راه ماشي كلمه وصافي، ماشي انا راجل وبالحكام لا، راجل راه تصرفات، راجل تصرفات افعال كل شيء. والحاجه اللي كنكره عاوتاني في الراجل هي ان المراه تكون مسيطره عليه. يعني مثلا ما كتكونش عاجبها شي حاجه، اللي ممكن يعني اللي ممكن انه يقول لك ما ديريهاش، انت غادي تفرحي وما ديريهاش، يعني عادي عادي، كزوج كاي زوج عادي. كنكره الراجل اللي يعني شنو نقول لك، تغوتي عليه وصافي كيسكت. كنكره الراجل اللي تكوني يعني ماشي نقطه ضعفه، وانما خايف لا تمشي، وحيت خايف انت لا تمشي
كيدير اي حاجه، يعني يقدر يدير اي حاجه تقولي له ولي ما عرفتي ولي ما عرفت. لا، الراجل خاصو يكون راجل، الكلمه خاصها تكون كلمه. انا كان حماق على الراجل اللي عنده الكلمه صافي، كاينه لا لا صافي، ديك الحاجه كاينه ديك الحاجه ما كايناش. علاش كنقول لك فاش كيكون كيبغيك؟ علاش؟ حيتاش يعني، ولكن ما كنقولش حيت تكون كيبغي، حيت ديك الحاجه ما غيكونش عندك فيها مصلحه، ديك الحاجه تقدر تاديك. ديك الساعات يعجبني يهضر سمع كلامه، فاش كندورها في دماغي وكذا كنقول سي فري كاين عنده الحق، ماشي راجل غير هكا. يعني ما كتحسيش انك مع راجل، يعني ما كتحسيش انك شويه معاك راجل، شويه الخلعه، ما كنقولش خلعه، شويه الخلعه يعني راجلك تخافي راجلك ولا السيد اللي انت معاه اون جينيرال. المهم انا هكا كنفكر، ما كنحملش الراجل اللي تتسيطر عليه المراه، تكون كلمته كاينه في الدار، تكوني كتضربي له الحسبه يعني كتفكري له. كاينين شي ناس اللي ما تتفكري لهش لانه هو اصلا ما عشان تفكري له، هو اصلا ما هو عن نفسه مبدل نفسه عليك. لا، راجل راه كلمه، راه كلمه، راه البنات خاصكم فريمون تفيقوا، لان راه سي غراف هاد القضيه. والله بزاف اللي كنشوفهم كيوقع لهم هكذا، و ما عرفتش الصراحه علاش كتحطموا من راسكم، علاش كتخليو انسان واحد اخر اللي يتحكم بكم، اللي يقرر في بلاصتكم، اللي يهينكم وتسكتوا باسم الحب. لا ماشي غير لا، لا هكا انا هكا كنفكر واعتذر. او انا من الناس اللي كيعشقوا انني نبدل نفسي، يعني ماشي ديما غنبقى هكا. وانا كنهضر حتى على الراجل تيحماق على شي حاجه سميتها كل خطره يشوفك في شكل، فهمتوا؟ كل خطره يشوفك في لوك، كل خطره يشوف حاجه باش ما فهمتوا. يعني انا من العقل ديالي في الزواج انني نفيق، نقاد راسي اولا نقاد راسي. انا اصلا فاش كنفيق نقول لكم بكل صراحه، فاش كنفيق اول حاجه، وسولوا كاع الناس لي بلو بروش ليا عارفين هاد القضيه، اول حاجه كنغسل وجهي، كنقاد وجهي، ما كنقادوش بمكياج نو، يعني بحال داكشي اللي كندير، داكشي لا روتين ديالي، كنتاكد ان ما بقاوش فيه زيوت ديال الليل وداكشي. كنقاد الحجبان ديالي، كندير شي غلوز هكا خفيف، كنجمع الشعير ديالي، ولا كان كاع شعري مخصطر قسما بالله الا كنصيبو، وكنلبس شي حاجه مزيونه هاك كنخرج من البيت. انا هكا دايره، انا هكا كنفكر، كنشوف راسي انا اولا زوينه باش نهاري يدوز زوين. فكما قلت لكم نفيق، نقد راسي، نقد الدويره. انا من الناس اللي تيكرهوا ان راجلك يجي ويقدر مسخه، يعني انا حتى هكا ما كيعجبنيش، يعني يجيو داك العيالات اللي كيبقاو صافي ما قداش تجمعيها انت، ماشي مشكل 200 درهم تجي مراه ولا 100 درهم ولا ما عرفتش شحال كيخدموا، تجي مراه وتعاونك. ديك المراه ماشي عاد قديمه بيان سور، كتجي كتعاونك، كتوقفي عليها كتقول لها ديري هذه ديري هذه ديري هذه، ولكن انت الانسان كتساعديه شويه، كتكون ديك المراه مسكين ما غترزق الله ولا ماشي انك ما كتعرفيش وما ديريش. وانا من نوع البنات اللي الصراحه ما عنديش الكانه ديال الشقه، ما عنديش الكانه، لانني اصلا في الدار مولفه ما تندير حتى شي حاجه، حتى من المعال ما تنهزهمش، ما كندير حتى شي حاجه زعما، ما عرف هكاك يعني من الصغر هكا كبرت. ولكن ماشي هي انني نجلس وما ندير والو ونخلي الدار هكاك، لا. انا من طبعي كيعجبني نكون بوحدي، فاش نكون بوحدي تكون الدويره فيها ريحه زوينه، الارض كتشعل، الغبره ما كايناش، الطليمطات مجبدين، الهواء داخل في الدار، الضو داخل ديال سيدي ربي، وعاد نكون انا مقاده راسي، الماكله طايبه وهانتي هانيه، فهمتوا؟ دونك حتى هادشي كيلعب دور صراحه، حتى هادشي كيلعب دور في الغولاسيون. حاجه واحده اخرى وليت تقول لك ومشى شاف وحده اخرى وهي كتكون جالسه كيباتوا في الدار بحال دوك العبيد، شق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 
وسامحه في راسها وتجمعي شعرك، جمعي شعرك بعدا وعاد جمعي الدار. راه المظهر هذاك، هذاك الراجل اللي غادي يتم طرقه طق طق داخل مسكين العناء والخدمه ويلقى الباتون في الدار.
دايره فيه بحال هكا ودايره هاد العكسه هنا تكون دره نيت عكسه وجالسه بحال هكا راه هو الغدا. شمن غدا يا الويله شمن غدا شنو هي انه يجي ولقى الزين وجالسه مقاده وطويره مقيقيه ويعني كلام مزيوان وكلام محترم راه كيكون جاي من الصداع ديال الزنقه جاي للدار. هو كل ما مكانش باغي يرتاح ما غاديش يجي للدار. وكل خطره كتبدلي اللوك، كل خطره لبسه، كل خطره مكياج جديد، كل خطره رويحه جديده، كل تغيير 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 تغيير. انا هكا كيعجبني. فما عرفت صراحه هذا الفيديو راه طويل وانا اعتذر وعندي بزاف ما نقول تل هنا عندي في هذه المواضيع هذو عندي بزاف. انا غادي نحط الجزء الاول اللي هو هذا غادي يكون. وإلا شفت تفاعل بزاف البنات وإلا شفت كأن عجبكم الفيديو غادي نزيدكم الجزء الثاني وغادي نزيدكم مواضيع بزاف لان عندي بزاف ما نتكلم في هذا الشيء. فهادشي اللي كاين ما بغيتش نطول عليكم لان اشاك فوا كنجي نسالي فيديو كنلقى فكره واحده اخرى طاحت لي في دماغي فهادشي علاش. اي فوالا فوالا الكبيده وصلنا لاخر الفيديو. كنتمنى ان التسليمه تكون عجبتكم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الموضوع هذا. واخا عطيت غير شويه صراحه ما عطيتش بزاف ما قلتش بزاف ديال الحوايج اصبروا. كما قلت لكم واخا ما قلتش بزاف ديال الحوايج قلت شي حوايج وشي حوايج مازالين لان الموضوع طويل والتجارب بزاف والمعاوده ديال البنات بزاف وكل وحده شنو كيوقع ليها والى اخره. فالحاجه اللي غادي نقول لكم الا بغيتوا موضوع واحد اخر خليوه لي في الكومونتير. الا بغيتوا يعني نزيد نكمل لكم في هذا الجزء ونعطيكم شي حاجه اللي تموتيفيكم وتغيروا من نفسكم خليوها لي في الكومونتير ايضا. نتلاقاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. كنبغيكم. سامي سافيوروم سامي سافيوروم.